اسمي زهير همادي، وهذه خدمة يعني نخدم فيها تو عندي 25 سنة هذه، وهي غرام بالحق. واحد كيف يخرج تو في الليلة هذه عنده كيف كيف تهز الضبان هكا ويدور، وعنده كيف وعنده ثواب وتشجيع من عند عائلات الحمد لله رب العالمين الحق. في سيور الأيام من غير ليلة نص و27 وليلة العيد يعطونا الكتب من ربي الواحد، ما يخلونيش نروح بلاش الحصيل، لازم باش نروح بمصيري في الصغيرات والله. فماش إقامة محدد يعني هي الغاية منه، يعني باش الناس تفز السحور لك هو، فماش إقامة محدد بالضبط معناها كل مره كيفاش، كل نغمه كيفاش. والله فما عباد تنزعج في الحقيقه، اللي عنده صغير صغير بكل صغير يفز له ويخرج لي يقول لي خويا بالله نقص شويه راه عندي ولاد صغير تفزز محتفزز اصلا. اللي انت اللي انت واللي انت تعرفهم مثال بالديار دار هذه فيها صغير اكيد هي اكيد فما صغار فما ديار عندهم صغار وفما ديار عندهم ناس كبار زاد ما نعرفهم مقمرهم يعني في فلانج وساعه ساعه ما نجيبش منه النهجه هذيك. احضر تجول انا نخدم على الحاكم، ديجا يعرضني الحاكم في الليله يخرج لي يعرضني بالاربع خمس مرات يشجعوني نخدم على روحكم برا. عام الاول قلقوني شويه صحيح في الحضر التجول فهمني على الكمامه وكل، وانا نعمل كمامه نتغسر مع واحد يخدم وسخون ويمشي نمشي برشا خاطر نهبط من هنا حتى وين عروس البحر وبعد نرجع على العمارات تاع طريق حفوظ ونرجع الحومه دي كلها نجيب يعني حوالي 5-6 كيلومتر، يعني تعرف نخدم يمكن على 2000 دار حوالي 2000 دار. وعندنا واحد وحده يخدم من غادي كل حد يعني عنده زون مسؤول عليه. مقسمين اكيد. كي نحكيو مثال توا على الكورونا توا والجائحه هذيا اثرت على برشا عباد. اكيد. انت كتجربتك الشخصيه كيفاش تعاملت معاها؟ يبعد شويه على الخلط يعني على الاحتكاك بالعباد. فهمني ولا لا؟ وكلها هي ربي عنده وليدات صغيرين يقروا بطبيعة الحال كرجال والنظافة ذيك وكل شيء ومبليز هذا بعدهم على المخالطة برشا فهمني حد ومدام من الليسي للدار ومن الدار الليسي يعني سيرتو أمهم معناها لا هي بيهم كوم يلفوه معناتها في النظافة وفي الجال يعني ريت أقل حاجة أغسل والكمامة ما تخطاش ذيك سير حتى في النهج ذنيك بالكمامة نهجنا بكل حصيل يعني كان قبل البراح يدور وينبه بالطبله كيما هكا ويقول حاجه مثال ويقول اي قوم وتسحر ولا موجوده صحيح طبيعي. مثلا لو كان تجيكش الفكره مثال توا مثال مع التلقيح فكره التلقيح تكون انت تساهم في الحمله بالطبله بالايقاع ذاك يمشيوا لقحوا يمشيوا لق جي فكره استعد مثال انت اذا كان يخرج لي حد انا نشجعه انا ديجا نشجعه الناس كلنا تشجع على التلقيح الناس كلنا نشجعوا عليه التلقيح خاطر علاش يكون الانسان باش يحمي روحه باش يحمي عائلته بليز والتلقيح شنو اللي فيه في حد شيء عباره انسان باش يمشي يلقح ويروح عادي تلقيح عادي فما حتى اشكال اليوم قابلت برشا عباد اللي لقحوا يامس بركه معناها لو 22 انا بعثت ميساج مازالوا ما بعثوا معي توليش لو يعني الطالبين من يعني اللي نخدم معاهم الكل اللي يعرفوه اللي يعرفوني بطبيله وكل شيء نحبهم يشجعوه زين حتى بالكلمه الطيبه سامحوني هيك اذا كانش نقول لكم راهي هذه عاده متوارثه على الجدود سامحوني شويه باش نقول لكم لكن حالا مانيش انا وقعد قدام دار واحده انا نمشي تمشي. نمشي وطاف طاف ومتعدي انا ديجا متعدي يعني عم ضربتين وتعد ضربتين وتعد ديما كيف ايقاع نتاع الطبله ذي بتاع ايقاع نتاع فرحه هي بتاع فرحه هي بتاع فرحه دور لهم بتاع فرحه يدخلوا الدار قلت والله نقى من ساي يقول نجي ندخل للداخل السنين التالي كان في الصيف العباد الكل كان قدام الديار انا فما ساي يقول لي بلا عملنا الطبله وظل يشطحوا والله يدخلوا الدار ونبدا نطبلوا لهم ويشطحوا نضرب كلهم ويشطحوا نبدا نطبلوا لهم ولا ضربوكم تلقاهم يشطحوا صغاريت وواحد عباره كانوا حبس هكا السويعة من زمان يودوا لي فهمني اللي الكتاب من ربي مش عارف. معناها الحي تو كي تعرس الولد يقولوا طبال وعرس الولد كيفاش تعمل؟ تعمل جو تو؟ اكيد طبال حنانه ولا تعرس بنتك كيف يقولوا فيها شو تعمل؟ وديجا تو ريت انا تو هاني نخدم هكا في الحوم فما بنات مش يعرسوا يستدعوني تو لزهازاتهم تو بعد رمضان الحي. واحدة ذي عندي خدمتي انا نرجع بني انا في الاصل. اما انا رمضان نخرج نخدم هكا وخاطر رمضان ما نخدمش انا في المرمى الحق. انا بني في الاصل. هاني نخدم بوطبيله وفهم بليس بعد تجي لي حاجه معناها بنيه على فرش ولا حمام ولا حاجه ساعتين من زمان نوصلها ونروح معايا زكار جمعي زكار ونمشي.